السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأريكم طريقة تستطيع من خلالها إزالة كلمة السر من شبكة الواي فاي الخاصة بك أو الشبكة المنزلية أو يعني شبكة الروتر أو الوايرلس المتواجد في منزلك أو في مكتبك أو في أي مكان تريده. طبعا يمكنك إزالة الكلمة حتى يعني أو إزالة الباسورد حتى يتصل جميع أفراد العائلة مباشرة بالروتر. يمكنك يعني إزالتها إذا كنت في مكان يعني شركة أو مكان عام أو أي من هذا القبيل، وبطريقة سهلة جدا فقط عن طريق تغيير بعض الإعدادات في الروتر. طبعا في البداية سيلزمك العثور على الديفيكولت جيت واي أو الاي بي الخاص بالروتر. على سبيل المثال لدي هنا في الروتر الخاص ب 192.168.1.1 تقوم بالدخول إليه. بعد ذلك ستظهر لك الواجهة الخاصة بالروتر الخاص بك. طبعا هنا ليبيا ماكس هواوي بي ام 626 اي، يعني تختلف من روتر إلى آخر، وفي جميع الحالات سيطلب منك يوزر نيم وباسورد. فعلى سبيل المثال سأكتب admin أو user يعني اليوزر نيم الخاص بالروتر، والباسورد يعني إذا كانت الافتراضية فهي admin أو 123456 أو الكلمة المرور التي قمت أنت بكتابتها أو تغييرها. بعد الدخول إلى الروتر ستتجه، يعني كل روتر مختلف عن يعني المودم أو الجهاز الآخر، ولكن يعني الزبدة هي بأن تحصل على نوع الحماية في هذا الروتر. فعلى سبيل المثال سأنتقل إلى الباسك، بعد ذلك إلى لان وإلى والن، وتظهر لي هنا خيارات الوايرلس كما ترى أمامك. من هنا يعني هنا كما ترى أمامك الاسم الخاص ب الشبكة الوايرلس، هنا الباسورد، وهنا نوع الحماية WPA2 WPA PSK، العديد من أنواع الحماية. كل ما عليك فقط هو كتابة نان. هنا كما ترى اختفى خيار الباسورد الخاص بالشبكة بعد اختيار هذا الخيار. طبعا كما قلت لك ربما لن تجده هنا، ربما في الروتر الخاص بك تجد السكيورتي في يعني جهة وحدها، ولكن كل ما عليك فعله هو البحث حتى تحصل على نوع الحماية وتقوم بتغييره إلى نان. بعد ذلك تضغط على سبميت أو أبلي على حسب الروتر الخاص بك. في هذه الحالة سأضغط على أبلي هكذا. الآن أصبحت شبكة الوايرلس الخاصة بي لا يوجد بها كلمة سر. لاحظ معي الآن هنا أنا متصل بها. إذا قمت بالضغط على كما ترى هنا ظهرت لي الشبكة الجديدة بدون كلمة سر. كما ترى يعني لا يوجد بها أي كلمة سر، حتى يعني أقوم بإغلاق الوايرلس الآن وإعادة فتحه مرة أخرى. يعني يتصل بها مباشرة حتى وإن كان الهاتف غير معرف بدون طلب كلمة سر بدون أي شيء التي صار يكون تلقائيا. وفي حال أردت إرجاع كلمة السر كل ما عليك هو اختيار النوع الحماية الذي كان متصل بها سابقا، بعد ذلك تضغط على أبلي وترجع كلمة السر مباشرة التي أنت قمت بإنشائها مسبقا طبعا قبل إرجاع الوايرلس بدون كلمة سر بكل سهولة. عندما نقوم بتحديد الحماية من هنا أبلي، الآن أصبحت الشبكة بكلمة السر. لاحظ معي هنا سيقوم بالتبديل إلى الشبكة التي بكلمة. لاحظ معي مشاهدي الكريم يطلب مني كلمة السر كما ترى أمامك، أقوم بإدخالها. هكذا وتم الاتصال بالشبكة. شكرا على حسن متابعتكم، ورجاء إن أعجبتك هذه الحلقة لا تبخل علي بالنقر على زر لايك وسبسكرايب يظهر الآن أسفل الفيديو هنا، ثم النقر عليه قبل إنهاء الفيديو للتوصل بجديد الحلقات اليومية على مدونة العالم الافتراضي. لا تنسى كذلك زيارة مدونتي الرسمية th3vw.com. نلتقي في حلقة قادمة، إلى اللقاء.